صباح الخير سميرة، صباح الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. فقرة الطبخ اليوم غادي نوجدوا واحد الأكلة اللي هي سهلة وخفيفة. غادي نعتمدوا على واحد، هنايا عندنا واحد 4 حتى 5 ديال البطاطات اللي قطعناهم بحال هكا دواور، وعندنا واحد نص كيلو ديال الكفتة، الكفتة ديال الدجاج اللي هي غادي نديروا لها حتى هي التوابل ديالها. دونك بالنسبة للبطاطا غنشرملوها هي الأولى، غادي نديروا فيها واحد شوية ديال الإبزار. هاد الاكله هادي كتجي مزيانه بالنسبه للعشوات، كنعرفوا شحال من مره كيتحير لنا في العشاء ما كنعرفوش شنو غادي نوجدوا، فبالتالي يمكننا نديروها للعشاء، كتجي بنينه بزاف كما قلت لكم، سهله في التحضير ديالها. غادي نديروا شويه ديال الملحه، غادي نديروا الثومه، واحد جوج حتى ثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه، غنخليو نفس التوابل غادي نديروهم بالنسبه للكفته. غادي نديروا هنايا الفلفله حمراء، واحد جوج معالق ديال الفلفله حمراء، وهنا غادي نسمو بزعتره اللي هي طريه كتعطي المذاق زوين بزاف، كتكون باقا طريه فكتكون مجهد المذاق ديالها وكتنسم لنا مزيان. دوك غادي نحيدوا لها هاد الوريقات ديالها بحال هكا كنحتتوهم فوالا، وغادي نديروا معاها شويه ديال زيت ديال العود. غادي ندير هنايا نفس المقادير، من بعد غادي نشرملهم بجوجهم قد قد. دونك هنايا نفس الطريقه بالنسبه للكفته اللي كما قلت لكم ديال الدجاج، غادي نديروا جوج معالق ديال الفلفله حمراء، غادي نديروا معاها شويه ديال الابزار على حسب الذوق، غادي نديروا شويه ديال الملحه والثومه اللي بقات، لان كنعرفوا الكفته ديال الدجاج باسله ما فيهاش شي مذاق. دونك غادي نديروا معاها التوابل كما قلت لكم، الثومه غنديروها شويه بزايد وزعتره باش تعطينا المذاق اللي هو زوين، وغادي نديروا معاها، كنعرفوا بان الكفته ديال الدجاج ما فيهاش ليدام وبالتالي كتجي يابسه، هنايا غادي نديروا فيها واحد شويه ديال زيت العود الداخل ديالها باش كتجي فتيتيه ملي كطيب. غادي نديروا معاها شويه ديال زيت العود صافي، ومن بعد غادي نشرملو هاد البطاطا ونشرملو كذلك الكفته، نخلطوهم. غادي نشرملو البطاطا بحال هكذا، فهلا تجي على هذا الشكل هذا، وغادي الكفته نفس الطريقه كما قلت لكم، ديروا فيها شويه ديال زيت العود باش ما تجيكمش يابسه، فكتجي طبق بنين بزاف وكما قلت لكم ساهل في التوجد ديالو، ما كيخش الوقت، لان حتى في الطريقه ديال الطبخ ديال الطهي ديالو ولا باش غادي نطيبوه، غادي نديروها في الفران وغادي تطيب لمده ديال 20 حتى 25 دقيقه فقط، ومن بعد كتكون واجده لنا الاكله ديالنا. دونك الكفته ها هي هذه، خلطناها مزيان بالتوابل فوالا. من بعد غادي ناخذو نحيد باش يبان لكم شنو غادي نديرو فوالا. دونك نديرو هادو هنا، هادو ها هما وجدناهم. غادي ناخذ واحد زلافه واحده اخرى اللي غادي ندير فيها هنايا جوج معالق ديال لاصوص طوماط ولا مطيشه مركزه، وغادي نديرو معاها نفس التوابل كما قلنا الملحه، غادي نديرو شويه ديال الابزار، غادي نديرو معاها شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال زيت العود، وغادي نديرو معاها شويه ديال الماء، لان هي هاد لاصوص باش غادي يطيب لنا هاد الكفته مع البطاطا مشربلين فوالا، وندير شويه ديال الماء كما قلت لكم. صافي ما تكثروش الماء، لان هذه ما كتبغيش الماء بزاف، لان من بعد غيمكن لكم تغطيوها اما بالبابي كويسون باش كتغطوها، اولا شي غطايه لا عندكم ديال الطبق اللي غادي يمشي للفران باش كتغمم وكتجي طيبه سهله وكطيب بالزربه. كنزيد شويه ديال الماء باش تجي لاصوص خفيفه شويه فوالا. صافي العناصر ديالنا كلها، المكونات ديال هاد لا غوسيت هادي كلهم واجدين. دونك غادي نبدا نستفهم في الطبق اللي غيمشي للفران، هادشي
الو غادي ناخذوا التوصيل اللي غيمشي لنا للفران، وغادي ناخذوا البطاطا هي الاولى غنبداو بها. نبداو كندوروها على هذا التبصيل هذا، نستفوها على هذا الشكل هذا حتى كنكملوا التدويره ديالها كامله. غادي ناخذوا الكفته وغادي نديروا هنايا كواري كبارين، ما نديروش صغار، بحال انديفيديوال كل واحد غادي يهز الكواره ديالو. غادي نحطوهم على هذا الشكل في هذا الاناء اللي غيمشي لنا للفران، نديرهم شويه كبيبرين. دونك بعد ما حطينا الكفته كلها قديناها، كنجيو بالبطاطا اللي بقات لنا وغادي نحطوها حتى هي على هاد الجنيبات بحال هكا، كنفرقوا الكفته بالبطاطا. هلا لهذا الشكل هذا، ندورو عاوتاني هنايا. ومن بعد هذيك لاصوص طوماط اللي وجدنا، الا بقات لكم شويه ديال البطاطا عاود ديروها هنايا في اللور حتى تكملوا البطاطا اللي عندكم كامله. كنعرفوا بان اغلبيه ديال الناس عزيز عليهم البطاطا، تلقاو ما تحطوا ويجي قد تبارك الله العائله. هلا هلا، دونك هاد لاصوص اللي بقات لنا غادي نكبوها حتى هي بحال هكذا. بعد ما خدينا التبصل ديالنا بحال هكا كما شفتوا، غادي ندير واحد العريش مازال ديال الزعتره، وناخذوا هذيك لاصوص اللي وجدنا من قبل غادي نكبوها على هذا الشكل هذا. فكما قلت لكم واحد لاغوسات اللي هي ساهله وكتجي ممتازه، والاطفال كيبغيوها بزاف ولا حتى الكبار تبارك الله، راه كتجي كما قلت لكم زوينه. وغادي نكملوها نديروا عليها شويه ديال الفخوماج اللي هو محكوك بهذا الشكل هذا، وندخلوها للفران لمده، الفران يكون سخون على درجه ديال 200 ونديروه لمده ديال واحد 20 حتى 25 دقيقه، فبالتالي كيجي طبق رائع جدا. غنوريكم الطريقه ديال التخدين. الطبق ديالنا هذا وجد، الريحه ديالو رائعه جدا وكيجي مذاق هائل. كنتمنى انكم توجدوه وتاكلوه بالصحه والعافيه. شكرا لك هدى جنان، نتلاقاو بك الاسبوع المقبل. لحظه غنمشيو عند السعد هاشمي وفقره الطب الموازي، خليكم معنا.